خلينا ناخذ شو المقادير رح نحتاجها لنعمل الدجاج بالطريقه اليونانيه. رح نحتاج للتالي: بدنا دجاجتين مقطعين لثمان قطع، بدنا نص كوب اوراق الزعتر اخضر، وهلا موجود الزعتر الاخضر بالسوق يعني طازج، بدنا نص كوب زيت زيتون، لا نص كوب بدنا زيتون اسود مع الزيت، بدنا ربع كوب من الثوم المدقوق، ولا حب ربع كوب ثوم يعني حب ونص كوب عصير ليمون، بدنا تنتين بصل، بدنا 2 كوب فلفل ملون مقطع، كمان 2 كوب بطاطا صغيرة مسلوقة، بدنا نص كوب جبنة فتة، وكمان بدنا ملح وفلفل أسود. الخلاط يلا أنا هلا بس بدي أشوف شو ونبدأ على فيسبوك. إضافة المواد طبعا هون الوصفة هاي لدجاجتين، لك أنا اليوم رأى أعمل جاجي أمامكم لأنه أنا أوريدي محضر دجاجتين داخل الفرن عبنشو، بس المقادير اللي حتشوفوها اليوم لدجاجتين اتبعوا المقادير طبعا معكم الأمور كويسة. أول شيء راح أضيف كمية الليمون ومن ثم كمية الثوم. أيوة أنا يعني شوف آه بالضبط، أنا بحكي أنا بحب أزود ثوم، لكن للناس اللي بحبوش الثوم كثير يعني خفوا شوية ثوم مش مشكلة. عندي زيتون أسود، زيتون أسود مع الزيت هيو، على فكرة كثير طيب الدجاج مع الزيتون. طبعا هون المطبخ اليوناني والقبرصي واللبناني والأردني والفلسطيني والإيطالي بسموه ميديتيرنيان كيتشن، يعني مطبخ الشرق أوسطي، وبالتالي في نكهات كثير كلها طازجة مثل الثوم وزيت الزيتون، الزيتون الأسود والزعتر الأعشاب، فبالتالي كثير طيبة. ففرصة إنه إيش إحنا نجيب كل هالمواد الطيبة هاي الطازة الفريش، هاي كمان الزعتر. إذا صار في عندي هون ليمون، ثوم، زعتر أخضر، زعتر، زيتون، راح أضيف كمية منيحة من الزيت، الملح والفلفل راح أحطه على الدجاج، وبعدين راح أخلط هاي الكمية مع بعضها حتى يصير في عندي زي مخيط. ممكن نضيف على الوصفة هاي شوي من الماسترد أو الخردل وشوي من الكيتشب، لكن ما في داعي، هاي بتكفي المقادير. الكيتشب على فكرة في عملية شواء الدجاج بيعطيه لون أحمر على السريع، وبالتالي بتلاقي الدجاج من برا كتير مستوي لكن من جوه بعده ني لأنه صار اللون أحمر كتير من برا، فبالتالي فيش داعي إضافة بس ولا شيء، عبارة عن ثوم وزعتر زيتون أسود وزيت وعصير ليمون. عظيم، هاي عندي هون الخلطة صارت جاهزة خلطناها. طبعا هون بعد شوي راح تبدأ ريحة الثوم وزعتر تصير قوية، ولكن أنا بنصحكم أن ننقعها قبل بيوم 24 ساعة، لكن في حال كنا مستعجلين بين 4 إلى 6 ساعات تكفي عملية المارينيشن والتخليل أو النقع. كيف صار هيك؟ طب ليش لونه أبيض من الليمون والثوم؟ أكيد يعني من الليمون طبعا. الليمون أسكر ريحة هو طبعا. برافو. دجاجة بعظمها مقطعها لثمان قطع، رحين نضيف الدجاج. ممكن نسوي عملية نقع في كيس، ممكن في تبروير يعني، بس أهم شيء يكون يا زجاجي، طبعا زجاجي أفضل أكيد، لكن في حال يكون في عندنا بلاستيك أفضل، بس ما ننقعه في مثلا بطنجر ألمنيوم أو ستانلستيل لأنه في حامض، هو أزازي يمكن أحسن شيء طبعا أكيد. بس هو إيش لما بينحطوا بالكيس وإنت بتعمل لهم هيك مساج بيتغلغل وبعدين تقدر تحطهم يمكن بالثلاجة بالكيس بالأساس. هون رحين نضيف الملح على الوصفة هاي، ملح نكون حسب الرغبة زي ما بدكم أنتو، على فكرة في ناس بيحبوا الملح كثير. أها حرين حرين. هاي فلفل كمان، هم الأبيضين خطرين الملح. أيوة. والسكر. نعم بنضيف التتبيلة. أيوة. هاي طيبة رائعة. أوكي والآن حتى نعملها صينية بالفرن، هاي تتبيلة ممكن نشويها على الفحم الآن، ممكن نشويها على الفحم، ممكن نشويها على الجريل، ممكن نشويها لحالها بالفرن، لكن أنا زي ما حكيت لكم اليوم أعملكم إياها نظام صينية. فأول شيء بدي أضيف عليه اللي هو البطاطا. أنا عندي هون البطاطا زي ما أنت شايفة رندا، بطاطا مقطعة على نصفين، بطاطا صغيرة أو بطاطا بقشرها. بطاطا كبيرة كمان ممكن قطعها لمكعبات وعمل لي عملية السلق، بس مش سلق كامل، ثلثين سلق حتى يصير في عندي إيش عملية تساعد على السوى. مظبوط. بنضيفها فوق الدجاج. حلو طبعا
البصل لازم يكون حاضر هون بقوة. بصلة بهالشكل مقطعها برضو كمان كبيرة. كمان البصل كبير. بالضبط هاي البصل. حلو. هلا نحن بنحب الصواني، بتعرف الصواني أظن بتخفف شغل على الست، يعني لما يكون الصينية كل شيء فيها خلص مش طناجر وكذا، بتحسه هيك أسهل وبياخذ وقت أخف بالفرن. 100% صح؟ وأدفن البيت. وأدفن. الفرن مولع شغال. على فكرة ست البيت الشاطرة إذا بتسوي عزيمة عندها مثلا بتسوي كل شيء بالفرن، يعني كل طبختها تكون بالفرن. تكون مع وقت تضبط حالها وتضبط شعراتها. بس كمان بدك تدير بالك ما ينعجق الفرن زيادة مرات، هاي على فكرة سلاح ذو حدين. يعني لازم تكون بالعقل مقسمة. برتقال. برتقال شمام زي ما حكينا المرة الماضية. الفيتامين سي. يعني أنا بس أحب أستعمل الفلفل أول شيء، نكهته طيبة كثير، هاي أول شغلة. بعدين في فيتامين سي كثير وبيعطينا ألوان حلوة للأكل، حلو منظره بالله. يعني بالضبط هاي الفكرة. معلوم زي ما أنت شايفة. بس خليني أصل الفرن أول شيء لأنه عندي بدك تشيك على بدي أشوف الدجاج اللي عندي أنا. تقريبا عظيم جدا. يعني هاي بعد ما نسوي عملية مارينيشن نضعها في صينية، طبعا صينية تفلونة الغير لاصقة. بدها تقريبا من ساعة لساعة وربع. في حال عندكم فرن عادي في البيت، فرن يعني على فكرة إن أنا كل الناس بتعاني من الأفران اللي عندها. هذا الفرن أنا بعتبره الفرن اللي بنشف الأكل. أوكي. البطاطا والخضار هاي ما نضعها مع المارينيشن مباشرة. أول شيء بنسوي مارينيشن للدجاج 8-6 ساعات أو 24 ساعة، وبعديها بعد ما أكون الدجاج جاهز بضيف البطاطا، بضيف الفليفلي، بضيف البصل، مش قبل. أوكي. نعم. وبعديها نخلط هالتتبيلة الطيبة هاي زي ما أنت شايفة. أهم شيء لما نسوي التتبيلة هاي نضعها في بولة زجاجية، نضعها داخل فرن مع ملاحظة إنه نغطيها. أهم شيء نغطيها بالفرن. نغطيها؟ لا، داخل الثلاجة. ليش؟ حتى ما يصير في عملية نشفان للوجه. حتى ما يلامس الأكل المطبوخ إلها. أوكي. الآن أنا عندي صينية بالفرن، بالفرن حطيتها تقريبا قبل ساعة وربع. طبعا الفرن اللي عندي زي ما حكيت لكم في حلقات كثيرة إنه فرن ممتاز، في توزيع الحرارة كويس، في فان، في مروحة، وبالتالي بيعطينا دجاج شكل جميل. ولكن في البيت كل ست بتعرف فرنها طبعا عادي زي اي تدبر حالها. اوكي. نعم. حلو. شايف رندا؟ ماسكه شكلها. وبعدين لسه فيها شويه جوز. سخنه هاي هلا بقدرش ادوق يعني هلا بدها شوي بس. طبعا شوفوا كيف منظر الدجاج. لو اضفنا الرب البندوره او الكيتشب او اي شيء من البندوره بالتالي رح يصير في عنا عمليه مزبوط. تحمير سريع ومن جوه بيستويش. هون بدي أضيف شوي من الجبن البيضة الفتة. أنت زين وأنا بدوق بطاطا. يلا. طب وين البطاطا؟ هاي البطاطا طيبة هاي جبيتها هاي. تلاقيها هون. رحين نضيف طبعا جبنة الفتة عليها. في حال ما حبيتوا تضيفوا جبنة عليها انسوا الموضوع. لا تشيلوا هم كتير. بس أنا بعملكم الوصفة على أصولها وبالتالي القرار قراركم. في حال حبيتوا تضيفوا عليها إشي من الجبنة أو ما تضيفوش عليها. كثير زاكية تتبيلة طيبة يعني نكهة الليمون مع الزعتر كثير كثير واضحة. مناسبة. نعم نعم. نكهة الليمون مع الزعتر. نحن نحكي هذا مطبخ شرق أوسطي وبالتالي في النكهات الطيبة، الزيتون الأصلي، الزعتر. بعدين إحنا في بلادنا بعدين نزلت صلصة. يعني ممكن تسوى حديها شوية رز كمان، رز بشعرية روعة. وأحلى شيء إنه هلأ موسم الزعتر وفي موجود ورق الزعتر الأخضر. لا رائعة بتجنن طعمة الليمون والزعتر هيك بتحسه والزيتون الأسود. كثير مناسب. يعني هذه الوصفات الطيبة ممكن ست البيت تعملها ومش مكلفة كثير، وبعدين مش القصر كبير يعني على السريع. الأسبوع اللي فات عملنا الدجاج التركي وكان طيب كثير. ما بعرف إذا في حدا جربه لكنه كثير كان فكرته بسيطة. ممكن نضيف كمان قطع من البندورة أو تشيري توميتو على وجهها كمان برضو بتصير سلطة مع صينية. يعني كويس، حلو الموضوع. يعني هاي منيحة للعزايم، طعمتها كتير كتير زاكية. إذا ست عازمة مثلا حماتها. أيوة. يعني كويس بتبيض وجهها. سوسو. سوسو أظن هي بنتك. لا أشوف. نو. بنتي هاي. هاي سوسو. سوسن. سوسن تسلم عليك. وبتقول لك منور يا أحلى بابا. طبعا الأب بعين بنته غزال.
شوفي احكي لك شغله، البنات فش حل منهم بندر طبعا بجننوا، وانا عندي بنتين وعندي ولد، بس كثير كثير البنات حنونين طبعا، ولما تجوزوا يعني تركوا عندي فراغ كبير في البيت، وين دائما المشاكل والبيت، وتلاقيهم دور على الجلي ومش عارف، بس كثير أيوة. طبعا طلعوا وتزوجوا الله يهنيهم يا رب، فسعدين مع ازواجهم الحمد لله رب العالمين. طبعا هاي من المنتجات اللي هي المعجنات اللي هي الشوي، عندنا معجنات تقلى او قلي، وعندنا معجنات شوي، ومنها طبعا زي البيتزا والهوت دوغ رول، لكن هاي طبعا بطائر الجبنه كثير طيبه، الفكره فيها انها بتكون جاهزه. شوفوا كيف بهالشكل، هون طبعا بنوديها على الفرن، ومن ثم من طول اللي بالفرن. ايوه كيف هاي حافظين الدرس، يلا نشوف. هاي عندي فطائر الجبنة زي ما انتم شايفين، الله 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 الله. طبعا احنا في مصنع نبيل نتركها شوية بالخبيز، بحيث انه نعطيها مجال شوية تتحمى بالفرن، يعني الفكرة الان انه مش بس انا بدي اخبزها خبز كامل. فانا بعرف ستات بيوت مرات ممكن تحكي تليفون مع صاحبتها او جارتها وتنسحب الفرن، فمصنع نبيل مجهز حاله حسب حساب انه ايش شوية صغير يعني كمان نعطيهم مجال لستات. بهاي الطويلة اكيد اكيد اوكي يلا يسلم ضياتك. فشوفي الفكره نصحوا انتي... ولا هم كانوا ناصحين من اول؟ لا هم نفسها يلا تكش دوقي لك حبه بدو يلا تفضلي خلص. شوفي السمسم اللي عليها وحبه البركه مع والله. كاسه شاي الصبح طيبه، ما في شاي هلا، حفله عيد حفله عيد ميلاد مثلا ممكن كثير كثير تكون مرتبه، معقوله حفلات ريسبشن رحل، فكرة في إنه منتجات أو باكج كامل للرحل، من المشاوي من السندويشات. آه والله أنت عملت لنا هذيك المرة، عملنا شيش طوق بنكهة الفلفل الليمون، كان زاكي كمان كتير تتبيلته طيبة. على فكرة برضو كمان مصنع نبيل إحنا نتواصل مع الناس، يعني دائما بشارع عبد الله غوش عندنا شوروم أنا موجود، بيجوني زباين بيحكوا لي آرائهم بالأكل، بيحكوا لي ملاحظاتهم، وبالتالي بنقولها للمصنع مباشرة وبنحسن عليها. يعني بنتواصل، يعني بالنسبة لنا احنا مهم جدا انه نتواصل مع الناس، مش بس خلاص ننتج وانتهى الموضوع. رائع، بدي احط فيها زعتر اخضر. يا عيني يا عيني عليك، يا عيني عليك. هيك وشوية نعناع. اه والله بدها سلطة، سلطة معجنة، كاسة شاي بالنعناع هيك هم